بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي الطلبة في دروس الفيزياء للصف الثاني عشر، ودرس هذا اليوم نظام اهتزاز الكتلة والنابض. أهداف هذا الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يوضح مفاهيم الحركة التوافقية البسيطة من خلال دراسة الحركة الاهتزازية لنظام الكتلة والنابض، ثم يذكر العلاقة الرياضية المستخدمة في حساب الزمن الدوري لنظام الكتلة والنابض بدلالة كل من ثابت النابض والكتلة المعلقة، ثم يعدد العوامل أو المتغيرات المؤثرة في الزمن الدوري لنظام الكتلة والنابض بدقة، وأخيرا يطبق العلاقة الرياضية للزمن الدوري لنظام الكتلة والنابض في حل مسائل حسابية دون أخطاء. لقد درست عزيزي الطالب نظام الكتلة والنابض سابقا كمثال للحركة التوافقية البسيطة، وهذا النظام يستخدم في العديد من الآلات للقيام بوظائف محددة تعتمد هذه الوظائف على الحركة الاهتزازية لنظام الكتلة والنابض خلال أزمنة محددة. لاحظ عندي هذه الأمثلة في المصانع والآلات وفي نظام التعليق للسيارة، وهناك العديد من الأمثلة التي تستخدم هذا النظام. ولكن كيف يمكن التحكم بالزمن الدوري لاهتزاز نظام الكتلة والنابض؟ أيضا هل تؤثر خصائص النابض نفسه على الزمن الدوري للحركة الاهتزازية للنظام؟ وهل يؤثر مقدار الكتلة المعلقة على الزمن الدوري للحركة الاهتزازية للنظام؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله سنجيب عنها في درس هذا اليوم. والآن أعزائي الطلبة سوف نتعرف على نظام اهتزاز الكتلة والنابض من خلال هذا المختبر الافتراضي. لدينا نابض معلق رأسياً هنا، هذا هو الطول الحر للنابض قبل تعليق أي كتلة به. ولاحظ هنا أن طول الحر للنابض هو 50 سنتيمتر. سوف نقوم الآن بتعليق كتلة في النابض ونرى مقدار الاستطالة. لاحظ هنا ماذا يحدث لاستطالة النابض. ننتظر لحين اتزان الحركة ونجد أن الاستطالة هي 65 الطول الجديد ناقص الطول الحر، 65 ناقص 50، إذن الاستطالة بمقدار 15 سنتيمتر. والآن سوف نقوم بشد الكتلة للأسفل، وهنا أقصى إزاحة أي السعة، ويبدأ النابض بالاهتزاز على جانبي موضع الاتزان. لقد لاحظت عزيز الطالب بأن هذا هو الطول الحر للنابض قبل تعليق كتلة عند النقطة X نوت، وعند تعليق الكتلة به فإن النابض قد استطال بمقدار X، حيث Kx equal mg كما مر معنا سابقا، وهذا هنا هو مقدار الاستطالة. وعند سحب الكتلة إلى أسفل بواسط قوة الشد عند أقصى إزاحة أي عند A، وهنا تتحد قوتا الجاذبية والشد في النابض معا لحصول على قوة إرجاع تحاول إعادة الكتلة أو سحب الكتلة باتجاه موضع الاتزان. والآن سوف ندرس خصائص نظام اهتزاز الكتلة والنابض من خلال مختبر افتراضي نتمكن به من التحكم من ثابت النابض هنا في الأعلى وفي مقدار الكتلة المعلقة في الجهة اليسرى.
من الأعلى. لاحظ عندي عزيز الطالب ماذا يحدث هنا، ثابت النابض متوسط، لاحظ عدد الاهتزازات في الثانية واحدة أو عدد الدورات، ولاحظ ماذا يحدث لعدد الاهتزازات في الثانية عند ازدياد ثابت النابض. نلاحظ هنا أن عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة قد زاد، أي أن التردد قد زاد، وعند تقليل النابض فإن عدد الاهتزازات يقل، أي أن تردد النابض يقل. ومن هنا نستنتج أن التردد طردي مع قيمة ثابت النابض. والآن سندرس التردد بالنسبة لقيمة الكتلة. الكتلة المعلقة الآن 50 جرام، سوف نقوم بزيادة الكتلة إلى 123 جرام، ولاحظ هنا عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة. نلاحظ انخفاض التردد مع ازدياد الكتلة، وسنقوم الآن بزيادة الكتلة إلى 180 جرام، ولاحظ ماذا يحدث، أن عدد الاهتزازات قد قل أيضا. ومن هنا نستنتج أن التردد يتناسب عكسيا مع قيمة الكتلة المعلقة في النابض. إذن أعزائي الطلبة، نستنتج أن تردد الحركة الاهتزازية يزداد عندما يكون ثابت النابض أعلى، أي أكثر صلابة، أي F طردي مع K، وينخفض التردد بازدياد الكتلة، أي F عكسي مع M. وأن تردد نظام الكتلة والنابض لا يعتمد على السعة. التردد الزاوي لنظام الكتلة والنابض أوميجا تساوي جذر الكي أوفر أم. وكما تعلمون أن الزمن الدوري يساوي 2 باي أوفر أوميجا، نقسم 2 باي على العلاقة أعلاه، ونستنتج أن الزمن الدوري لنظام الكتلة والنابض يعطى بهذه العلاقة 2 باي جذر الأم أوفر كي. والآن لندرس متغيرات والملاحظات على الزمن الدوري لنظام اهتزاز الكتلة والنابض. هذه العلاقة، من خلال العلاقة نستنتج ما يلي. أولا، يتناسب الزمن الدوري طرديا مع الجذر التربيعي للكتلة، ويتناسب الزمن الدوري عكسيا مع الجذر التربيعي لثابت النابض، ولا يتأثر الزمن الدوري بالسعة. ولاحظ هنا عزيز الطالب بأن العلاقات معكوسة بالنسبة للتردد كما رأينا في التجربة الافتراضية، وذلك لأن التردد ما هو إلا مقلوب الزمن الدوري. والآن أعزائي الطلبة، سوف نقوم بحل بعض الأسئلة والتدريبات على درس هذا اليوم. في مثال رقم 4 صفحة 70 في الكتاب المدرسي، تدلى كتلة مقدارها 1.5 كيلوغرام من النابض الرأسي، ثابت النابض له 175 نيوتن بير متر، فيسبب اضطراب ما اهتزاز هذه الكتلة، كم يبلغ الزمن الدوري والتردد للاهتزاز؟ لاحظ المعطيات، لدينا الكتلة ولدينا ثابت النابض. الحل من علاقة الزمن الدوري T تساوي 2 باي جذر الأم أوفر K، نعوض T تساوي 2 باي جذر 1.5 أوفر 175، ونجد أن الزمن الدوري لهذا النابض 0.58 سكند. أما التردد فهو مقلوب الزمن الدوري F equal 1 over T، ونجد أن التردد 1.72 هيرت. الآن سؤال رقم 4 صفحة 80 في الكتاب المدرسي،
استخدم العلاقة البيانية في الرسم لإيجاد الآتي. هذه هي العلاقة البيانية بين الموقع والزمن. أولا، كم يبلغ عدد الاهتزازات التي تحدث خلال 10 ثواني؟ ثانيا، كم تبلغ سعة الحركة؟ ثالثا، كم يبلغ الزمن الدوري للحركة وكم يبلغ ترددها؟ ورابعا، كم يبلغ التردد الزاوي للحركة والقيمة القصوى للتسارع؟ من خلال الرسم البياني لاحظ هنا الفرع الأول كم يبلغ عدد الاهتزازات خلال 10 ثواني، المطلوب خلال 10 ثواني. لاحظ هنا الاهتزازة الأولى خلال 4 ثواني، ثم الاهتزازة الثانية خلال 8 ثواني، وهنا نصف اهتزازة. إذن عدد الاهتزازات يكون 2.5 اهتزازة، هذا 1 وهنا 2 وهنا نصف اهتزازة. كم تبلغ سعة الحركة؟ كما تعلمنا أعزائي الطلبة يمكن تحديد مقدار السعة عن طريق أقصى إزاحة من الرسم البياني هنا في الأعلى أو الأسفل، ونلاحظ أن أقصى إزاحة أي السعة هي 7.5 والوحدة كما هو موضح سنتيمتر. الفرع سي، المطلوب الزمن الدوري والتردد. لنعود للرسم البياني ونرى الزمن الدوري. بدأ نظام الحركة من الأعلى ونزل الأسفل وعاد إلى الموقع الذي بدأ منه الحركة، إذن هذا هو هنا دورة كاملة أو اهتزازة كاملة، إذن مقدار الزمن الدوري هو 4 ثواني. التردد هو مقلوب الزمن الدوري F equal 1 over T 1 over 4، ومنها F equal 0.25 هرتز. الفرع دي، المطلوب التردد الزاوي. كما مر معنا أعزائي الطلبة بأن أوميجا تساوي 2π/T، إذن 2π/4، ومنها نجد أن أوميجا equal 1.57 راد بير سكند. الآن المطلوب القيمة القصوى للتسارع Amax. لقد مر معنا أعزائي الطلبة بأن Amax equal minus Ka over M، ولكن التردد الزاوي أوميجا تساوي جذر K over M. نربع الطرفين ونجد أن أوميجا سكوير equal K over M. إذن يمكن كتابة أقصى تسارع بدلالة التردد الزاوي Amax equal كون K over M ما هي إلا عبارة عن أوميجا سكوير minus أوميجا سكوير في السعة. نعوض minus 1.57 سكوير ضرب 0.075 وهي السعة بعدما حولناها إلى المتر، ومنها نجد أن أقصى تسارع minus 0.19 متر بير سكند سكوير. سؤال رقم 6 صفحة 102 في الكتاب المدرسي. تهتز كتلة معلقة بنابض بسعة صغيرة، إذا تضاعفت سعة الاهتزاز فما يحدث للزمن الدوري؟ هل ينخفض إلى النصف أم يزداد إلى الضعف أم يبقى كما هو أم يزيد بمعدل جذر 2؟ لاحظ هنا بأن السؤال يفترض أن السعة تضاعفت، وكما مر معنا أعزائي الطلبة بأن الزمن الدوري لا يتأثر بسعة الاهتزاز، إذن الإجابة الصحيحة سي، يبقى كما هو. في السؤال، ماذا يحدث لتردد نظام كتلة ونابض إذا ازدادت كتلة الجسم المعلق إلى 9 أمثال ما كانت عليه؟ هل يبقى ثابت أم يتضاعف 3 مرات أم يقل إلى الثلث أم يقل بنسبة 1 over 9؟ لاحظ هنا المطلوب التغير الذي يحدث للتردد،
الكتلة كانت في البداية M1 تساوي M، ومن ثم M2 أصبحت 9 أمثال 9M. نكتب قانون التردد F1 1 over 2 by جذر K over M، وهنا علاقة التردد قبل حدوث أي تغير. ثم نكتب علاقة التردد F2 مع التغير الذي حدث في السؤال. F2 equal 1 over 2 by جذر K over 9M. وكما تعودنا في الدروس السابقة نأخذ جذر ال 1 over 9 إلى خارج العلاقة ويصبح 1 over 3. وهنا نلاحظ أن 1 over 2 by جذر K over M ما هو إلا F1. إذن F2 يساوي ثلث times F1، إذن يقل التردد بمقدار الثلث، والإجابة C هي الإجابة الصحيحة. السؤال: يتحرك جسم حركة توافقية بسيطة بسعة مقدارها A وبتردد مقداره F equal B over 2 by، ما هي قيمة أقصى تسارع؟ هل هي أحد هذه القيم الموجودة هنا؟ كما مر معنا في السؤال سابق بأن أقصى تسارع هو ماينس أوميجا سكوير في A. إذا نجد أوميجا التردد الزاوي، وأوميجا كما تعلمون تساوي 2 باي ضرب F. إذا 2 باي ضرب B over 2 باي، إذا نشطب 2 باي مع 2 باي ونجد أن أوميجا equal B. ونجد الآن أقصى تسارع A max equal minus omega square times A، ونعوض ونجد أن أقصى تسارع minus B square في A. إذن الإجابة A هي الإجابة الصحيحة. السؤال الأخير في الشكل المقابل: نابض خفيف ثابته 10 نيوتن بير متر ترك ليهتز عاموديا، فكان زمنه الدوري 0.2 باي سكند، ما هي كتلته؟ ندرس المعطيات: لدينا ثابت النابض ولدينا الزمن الدوري، والمطلوب كتلة النابض أو الكتلة المعلقة في النابض. من خلال علاقة الزمن الدوري T تساوي 2 باي جذر M over K، لإيجاد M ولتسهيل الحل نربع الطرفان ونجد أن T square equal 4 by square M over K. نقوم بعمل cross product ونجد أن M equal KT square over 4 by square. نعوض ونجد أن الكتلة تساوي 0.1 كيلوغرام. إذن الإجابة A هي الإجابة الصحيحة. انتهى درس اليوم، وأتمنى من الله لكم التوفيق والنجاح، آملا بلقائكم في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.